يا صباح الخير والبهجة والجمال على حضراتكم، وصباح صناع البهجة. الفنانين هم صناع البهجة في حياتنا. مين مننا ما ارتبطش باسم فنان او بفيلم في مشهد في مسرحية او مقطع من اغنية؟ احنا دايما عندنا صناع البهجة في مصر: عمر الشريف، سمير صبري، محمد منير، حسين صدقي، اسماء كتيرة جدا لفنانين شكلوا وجداننا. احنا معانا في الفقرة دي كاتبة وناقدة فنية اقتربت من عدد كبير جدا من الفنانين. سامية جمال كتبت عنها كتاب اسمه الفراشة، كتبت كمان كتاب جميل جدا ورائع عن بطل ايامنا الحلوة عمر الشريف، كتبت كمان كتاب اكثر من رائع عن حسين صدقي الشخصية الملتزمة في الفن المصري. معانا الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية الأستاذة ناهد صلاح. أهلا بيك أستاذ ناهد. أهلا بيكم، صباح الخير. صباح البهجة. صباح البهجة. نبتدي بعمر الشريف بطل أيامنا الحلوة والفراشة سامية جمال. احنا في معرض الكتاب، ما شاء الله الكتاب نفذت طبعته، في طبعة رابعة ولا خمسة دلوقتي؟ احنا بنتكلم انا مش فاكرة يعني كتير هم الطبعة. انا مش فاكرة لانه هو عمر الشريف تحديدا لما صدر في 2015 عمل بيست سيلر، ودلوقتي سامية جمال نفذت الطبعة وبيجهزوا الطبعة جديدة ان شاء الله بتلحق المعرض بإذن الله. اخترت يا عمر الشريف والفراشة سامية جمال ليه تحديدا؟ في بينهم ارتباط؟ لا، اكتر من سبب. زي ما حضرتك قلت، انا بدور على البهجة. احنا في زمن يحتاج البهجة. البهجة هنا مش شيء سطحي ولا شيء تافه، لكن احنا بعد كتير من العنف ونشرات الاخبار والاخبار الهدامة والتشنج الاعلامي اللي حاصل، محتاجين نهدأ قليلا، نعود الى الجذور، نعود الى الاصول. ومصر كانت دائما مرفق امان للفن وللثقافة، ولما نكتشف ان كتير من الفنانين اللي موجودين، كتير من الاجيال الجديده ما يعرفوش حاجه عنهم، او يمكن حتى الاجيال الجديده بتشوف الفيلم وتتجاوزه، لكن الحقيقه الوحيد اللي تجاوز هذه القاعده هو عمر الشريف. عمر الشريف طبعا. وكانت مفاجاه بالنسبه لي ان الطبعه الاولى لما ظهرت لعمر الشريف، انه كان اكتر ناس بيشتروا عمر الشريف من سن 17 ل 20 سنه. فاتفاجئت بانه هو شخصيه لم تزل او لسه موجوده ولسه لها جمهور عربي وعالمي. هو كان فارس احلام يعني طول عمره، فارس احلام. وده من الحاجات اللي خلتني اخترت وقلت عليه انه بطل ايامنا. كان فارس احلامك؟ يعني مش انا تحديدا، لكن هو كان فارس احلام الامهات والجدات. انا بفتكر ان عمر الشريف لما طلع ياخد جائزه سيزر مثلا، اللي أخذها الجائزة الفرنسية الشهيرة عن مجمل أعماله، قال جملة مهمة جدا، ضحك وقال جملة عفوية، قال أنا أعتقد أن لجنة التحكيم في الأربعينات، لأنه أنا كنت أنا النجم اللي أمهاتهم فتنت بيه، لذلك هم سمعوا حكايات أمهاتهم فأعطوني الجائزة. طبعا هو فنان كبير وممثل عالمي، بس هو عنده حق في أن هو إحنا الأجيال اللي تربت على حكايات الأمهات والجدات عن قصة حب فاتن وعمر وفاتن. القصة اللي احنا تكرست في وجداننا احنا ان هو ده الحب المفروض يكون شكله كده. لكن انا كنت محظوظة ان قابلت عمر الشريف 3 مرات رئيسية. وكان الحقيقة كنت انا بشوفه قبل كده كتير في اروقة المهرجانات كصحفية صغيرة. هو نجم كبير بس بخاف اقرب منه. حقيقة كنت بخاف، لانه دايما يقولوا لي انه نجم ودايما عصبي وما تقربيش. كان دايما في صورة متاخدة عن عمر الشريف انه عصبي شوية، وحتى في تعامله مع الصحفيين اللي بيحبوا يخشوا الدائرة القريبة منه ما بقاش تعامل. هو الحقيقة دي انا هي صورة كانت متداولة لكنها غير حقيقيه الى حد كبير. لانه الاستاذ عمر الشريف كان بيكره جدا انه فكره انه حد يبقى صوته عالي، انه حد يتجاوز في الكلام معاه. فانا بدات اخد المفاتيح بتاعته. المفاتيح بتاعته انه هو اكون صوتي هادي، اكون واضحه وحروفي واضحة وأنا بكلمه. فقابلته 3 مرات مهمين جدا، اللي أنا عملت حوارات طويلة معاه على أساسها صدر هذا الكتاب، وصدر عنه حلقات قبل نشر تجميعها في هذا الكتاب. المرة الأولى كان في مهرجان الإسكندرية السينمائي سنة 2010، الدورة 26، وكان هو ضيف الشرف، وكان طول الوقت في أروقة المهرجان. وبفتكر حادثة ظريفة جدا، إنه كان في فيلم تركي، وبطل وبطلة الفيلم أول ما شافوا عمر الشريف قالوا أوه عمر الشريف، وعايزين يتصوروا معاه وخايفين يقربوا. ف
فانا قربت منه قلت له استاذ عمر شايف البنت الحلوه دي؟ قال لي اه. قلت له دي بطله الفيلم التركي المشارك في المسابقه وعايزه تصور مع حضرتك. قال لي وماله؟ قلت له لا احنا عايزين ناخدها صوره تلفزيونيه تقرير يعني. قال لي عايزاني امثل؟ قلت له اه طبعا. قال لي اوكي. فقام يمثل انه هيقابل بطلة الفيلم ويسلم عليها وياخدها بالحضن وحصل هذا المشهد. وبعدين في الاخر بعد ما قعدنا اكتشفنا المصور ما بيصورش. صعبة جدا. اللي حصل قال لي انا مش متوقع انه عمر الشريف قدامي فنسيت اسجل اللقاء. فكان لازم ارجع لعمر الشريف مره تانية. قلت له شايف المصور ده؟ قال لي اه. قلت له الحقيقه هو ارتبك لما شافك وما قدرش. قال لي يعني قلت له هتمثل تاني. هو كان ليه كاريزما خاصه جدا. وعايز اسالك الحوارات الطويله جدا، ثلاث حوارات مهمين مع نجم زي عمر الشريف، ايه الكواليس بقى؟ يعني عايزين نعرف كده ايه المعلومات او الاخبار اللي خدتيها من خلال الحوارات دي من عمر الشريف. حسيت انها بلغه الصحافه كده خبطه صحفيه لنهاية صلاح. حاجات كتيرة جدا. أولا في ميزة في عمر الشريف مهمة جدا، وإن هو صادق. هو ليس بكذاب يعني. هو ما بيكذبش. اللي على قلبه وفي لسانه. حتى لو كان هذا الصدق لن ينجيه. زي ما بيقولوا، هو صادق لدرجة إن هو شايف إنه ما عملش حاجات غلط كتير في حياته. هذا الصدق نتيجة تربيته. هو في مجتمع مفتوح جدا، في مجتمع كوزموبوليتان اسكندريه. هو ابن الشوام اللي جم عاشوا في الاسكندريه. وصل بيه الرئيس السادات وطلب منه التوجه الى السفاره الاسرائيليه عشان يجس النبض هو يروح القدس ولا لا. وبالفعل حصل اتصال تليفوني ما بين رئيس السادات وعمر الشريف. انا اتصور انه السادات كان يقدر يكلمهم ويعرف يجس النبض. لكن دي كان روايه عمر الشريف لم تدعمها اي روايه رسميه اخرى. وبالفعل هو قال لي انه راح على السفاره الاسرائيليه وانه حاول يقابل السفير. وبالفعل قابل السفير وقال له انا اطلب لي مناحم بيجن الان. فقال له قول انت. قال له لا مش هقول له، لازم تطلب لي مناحم بيجن. طلب له مناحم بيجن وقال له السادات عايز يزور القدس. فقال له على الراس. دي رواية عمر الشريف. هناك روايات أخرى اجتماعية وظريفة ولطيفة برضو من واقع غربته. يعني من أهم الروايات أنه عمر الشريف بيلعب بريدج كان وتعرف على سيدة إيطالية وأنه حاول التقرب منها فرفضت، فنزل يلعب بريدج فكسب مش فاكرة بالظبط ملايين الدولارات وقتها. بعت لها بنص مليون دولار ورد. لانها رفضت مقابلته فهو كسب فاشترى لها بنص مليون دولار ورد. يعني حكايات كتيره جدا. من الحكايات الظريفه ايضا انه في لندن، سفارتنا المصريه في لندن في العيد القومي كان في حفله وحضرها عبد الحليم حافظ وهو صديق مقرب لعمر الشريف. وعمر الشريف حتى اللحظه الاخيره رفض ان يحصل على اي جنسيه غير المصريه. وكان معاه الجواز السفر الاخضر المصري. وهو واقف قدام السفاره مع عبد الحليم حافظ عدى شاب كويتي وسب عمر الشريف لانه هو قال له انت تخليت عن مصريتك وبتمثل في امريكا وسايب مصر. فقال له يا ابني مطلع له الجواز السفر، ولولا تدخل عبد الحليم المحبوب من كل الجمهور العربي كان حصلت مشاجره كبيره. قصه عمر وفاتن قصه مشهوره جدا، وقصه حب يعني كلنا تابعناها بشكل كبير. كمان قصه عمر واحمد رمزي، لان احمد رمزي هو شقيق الرحله وشقيق رحله طويله جدا في العمل الفني لغايه اخر لحظه في حياته. هو توأم روح عمر الشريف. يعني هم كانوا في المدرسه سوا في فيكتوريا كوليدج، المدرسه اللي طلع منها كتير من المبدعين ورؤساء، لانها كانت اهم مدرسه في الشرق الاوسط في هذا درس فيها الرئيس الملك حسين. الملك حسين ملك الاردن. درس فيها ادوار سعيد، عمر الشريف، يوسف شاهين، احمد رمزي. انا عايز اقول لك مفاجاه انه الفيلم صراع في الوادي اللي عمله عمر الشريف كان رايح لاحمد رمزي. وكان احمد رمزي راح يقابل يوسف شاهين في جروبي القاهره عشان يتفقوا على الفيلم، واخد معاه صاحبه عمر الشريف. فيشوف يوسف شاهين عمر الشريف يختار عمر الشريف ما يختارش احمد رمزي. وما يختارش احمد رمزي. رايح له الدور اصلا، كان مكتوب له الدور وراح الدور وخدوا على فاتن، وكان اسمه ساعتها ميشيل شلهوب مش صحيح. عمر الشريف. وخدوا على فاتن وهو بيتكلم انجليزيه، ففاتن قالت له انت جايب لي خواجه ومثل اي حاجه، فمثل لها شكسبير بالانجليزيه عشان يبهرها اكتر يعني. فاقنعها يوسف شاهين وحصل شراره الحب
من اول لحظة، الحب ما بين فاتن وعمر اللي هو كان يعني اختيار، لان هي في هذه اللحظة هي نجمة صحيح، هو لسه بيبدأ، فكان ده صدمة للجمهور، هي تحدتها فاتن. ظلت علاقة عمر وأحمد رمزي علاقة قوية، حتى بعد الانفصال بشكل علاقة قوية بين أحمد، حتى إنه لما نزل عمر الشريف يمثل مسلسل حنين واختار أحمد، ففوجئ بأن الإنتاج مديله أجر ضعيف جدا، ودون أن يدري أحمد رمزي تنازل عن جزء من أجره، لأنه شايف أن أحمد رمزي قام يستحق أفضل من ذلك. من بطل أيامنا الحلوة للفراشة سامية جمال. سامية اقتربتي منها بقصة عايزين نحكيها للناس. مع الأسف نسيت معادي مع سامية جمال، وأنا بشتغل في الصحافة في هذه المرحلة، حصلت حوادث إرهابية كتير زي المتحف المصري، زي محاولة اغتيال نجيب محفوظ، زي السيول اللي حصلت في الصعيد، كتير احنا انشغلنا بالأحداث العامة والإرهاب اللي كان بيحاول يفرض سطوته في الستينات في هذه المرحلة. حتى في يوم بصحى الصبح بفتح الجورنال سنة تقريبا. ايه ما نعرفوش عن سامية جمال؟ يعني ايه الجانب الاخر في حياة سامية جمال، الشخصية الجميلة المبهجة اللي ابهجت يعني جمهورها، ايه الكواليس او ايه الجانب اللي ما يعرفوش ناس كتير قوي عن سامية جمال؟ حاجات كتيرة جدا، ومع الاسف المعلومات عن سامية جمال على جوجل وعلى مواقع البحث الالكتروني كتير معلومات غلط، ودي كانت بالنسبة لي اللي انا مزعج جدا انا كباحثة، اني ادور على فنان حتى لو كنت عشت جزء من عصره، ان انا ما اقدرش الاقي معلومات حقيقيه عنه لاسباب كتير. حتى تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد متضارب، ممكن يكون النجم جزء من هذا التضارب انه بيخفي صحيح. تاريخ ميلاد مش عايز اقول سنه قد ايه، يعني كتير من النجوم في العالم صحيح. كله بيعملوا الحكايه دي. زهره موجوده في كل مكان مش بس مصر، يعني في كل العالم، لحد ما لقيت حوار مع طارق حبيب، هي قالت فيه بنفسها تاريخ ميلادها، واضطريت اعتمد على مقولتها هي. في كمان الكثير من نقادنا والمؤرخين كاتبين معلومات، هي اتولدت في الصعيد، هل هي كانت يعني هي ابنه لزوجه ثانيه ولا زوجه اولى؟ فبدات ابحث عن سامية جمال التي ولدت في قريه تمر بمصر قبل ما تروح الحجاز، واحيانا يفضلوا قاعدين ويقطنوا ويسكنوا ويعيشوا يعني في مصر. اصول مغربيه لسامية جمال، الأم من الام بعد كده انتقل الأب إلى القاهرة وشوارع القاهرة، ماتت الأم، عاشت في كنف أب وزوجة أب اللي هي كما يقول الكتاب عملتها، كانت تقريبا تقدر تقول عليها هي منذ صغرها، إلى أن مات الأب وراحت عاشت في حواري السيدة زينب مع أخت تعاملت معها أيضا كأنها خادمة، بتعمل بلقمة عيش برغيف عيش حاف بتاكله في اليوم. بعد كده بتشتغل في مشغل خياطة مع خياطة هي اللي رصدت فيها حتة إنها بتحب الرقص، بتسمع من راديو القهوة أو المقهى المجاور صوت لفريد الأطرش وعبد الوهاب وأم كلثوم وبترقص عليها، وبتضطر تروح لبديعة مصابني وهي طفلة صغيرة في الرابعة عشر من عمرها، وهي بديعة مصابني مدرسة خرجت كتير من الفنانين منهم فريد الأطرش وسامية وغيرهم وتحية كاريوكا، وبتبتدي بقى طريق النجومية حتى تشوف الليدي هذه السيدة الأنيقة جدا، لحتى هذه اللحظة بروح صحيح. لأماكن بتبيع مجلات قديمة بيقول لي إنه مجلات اللي عليها صورة سامية جمال غلاب بيجي الأوروبيين ياخدوها علشان صحيح. الأناقة عشان يعملوا نفس الفساتين اللي هي كانت بتصممها بنفسها. كان ليها حضور جميل، وبعدين الزمن ده كله أستاذة ناهد كان مختلف، مختلف في الفن، مختلف حتى في الرقي في الحياة بشكل كبير. هذا الرقي بتعرف ان طفلة الشوارع هذه هي كانت حبيبة الأمير فريد الأطرش، كانت صديقة للملك فاروق، تزوجت دون جوان عصره ومفتون نساء عصره رشدي أباظة، قدرت تحقق حاجات كتير من أحلامها على المستوى الشخصي والعاطفي والفني أيضا، قدرت أنها تكون فراشة الرقص، فراشة السينما، قدرت أنها تعمل حضور مختلف في ذاكرة الفن والسينما المصرية. جميل جدا أستاذة ناهد، حكايات كتيرة جدا معاها، يعني فنانين كتير، احنا بنتكلم على حسين صدقي كمان، كتبت كتاب بعنوان حسين صدقي الملتزم، سمير صبري حكايتي مع الزمان، كتاب كمان عن محمد منير، محمد منير حدوتة مصرية، يعني في شويكار، حاجات كتير احنا عايزين نقعد شويكار سيدة الجميلة، عايزين نقعد معاكي كتير، لأنه دول فعلا زي ما احنا قلنا صناع البهجة في حياتنا. بس سريعا كده لو حابين نقف شوية عند حسين صدقي، لأنه أنا بشكل شخصي بحب شخصيته جدا على الشاشة، حضوره بشكل كبير. ليه حسين صدقي وليه سميتيه الملتزم؟ هقول لك، أنا
انا من الجيل وخصوصا انا تربيتي اثريين كنت بشوف انه حسين صدقي ما بقدرش اتفرج عليه ويا الله والبنطلون المرفوع والمواعظ وطريقته في الكلام والمواعظ اللي بيقولها في السينما لدرجه ان انا كان عندي عنوان قبل الملتزم نبي السينما نبي السينما الكتاب ده تحديدا له قصه مختلفه استاذي الناقد الكبير كمال رمزي هو كان مسؤول النشر او المطبوعات في مهرجان القاهره السينمائي اتصل بيا وقال لي عايزك تعملي كتاب عن حسين صدقي بتقدري؟ قلت له ليه اخترتني انا بالذات؟ قال لي السببين، انتوا الجيل كيف تنظرون الى حسين صدقي؟ تاني حاجه انه تكتب عنه امراه لانه دايما عنده اشاعه انه هو عدو المرأة. وطبعا كان تحدي بالنسبه لي، لكن زي ساميه جمال كان برضو المعلومات ما حدش بيقول لي مين. حاولت اتواصل مع عيلته اغلبهم في امريكا وكندا، حتى اللي موجودين في مصر مش عارفه اوصل لهم، حتى اني كتبت على الفيسبوك انا عايزه حد من عيله حسين صدقي. اضطريت ان انا احاول ارجع للارشيف. احيي المركز الكاثوليكي للسينما، الارشيف الوحيد اللي فيه كل الحاجات تقدر تلاقيها ومنظم جدا. صحيح. في المركز لقيت حوار انه امه تركيه لا تتحدث العربية إلا قليلا، فهمت سر التزامه إن هو تربية وأب توفي وهو في الخامسة من عمره. إذن تربية تركية صارمة نزعت هذا. أولا اللي أنا كتبته واللي أنا توصلت ليه، حسين صدقي صنيعة النساء، صنيعة النساء، صنيعة النساء، بالرغم من الصورة اللي كانت متداولة لو كان عدو للنساء هو والمرأة. صنيعة النساء، صنيعة أمه اللي ربته تربية صارمة، صنيعة فاطمة رشدي اللي قدمته على المسرح نجم من أول مسرحية ثم قدمته للسينما ليكون هو أول فتيان السينما المصرية اللي بيخرج من عباءة المسرح. قبل كده فتيان السينما كانوا مطربين عبد الوهاب وغيره، كان ده أول ممثل فتى. بعد كده جاء أنور وجدي وكمال الشناوي. صحيح. وكل الممثلين بعده. صنيعة حتى زوجته اللي كانت بتتحكم في مقدرات حياته الاجتماعية، فهو كان ملتزم لأنه صنيعة امرأة. جميل جميل. طيب نهاد صلاح، الى جانب الشغل اللي بتشتغليه في توثيق او سيره ذاتيه لفنانين كبار، كمان مبدعه في جانب تاني. انت بتكتبي في الصحافه وفي النقد وفي الكتابه القصصيه والروائيه، ليكي مجموعه قصصيه هي دومينو، وليكي كمان مجموعه روائيه الحته الناقصه، حكايات افتراضيه. الجانب ده الاخر الخاص بالابداع والكتابه، وده جانب مهم جدا لانه كتير جدا في حياه الصحفيين الصحافه بتستغرق الكاتب وبتخليه ينسى شويه مشروعه في الابداع او مشروعه في الكتابه، سواء كان شاعر او روائي او مسرحي. ازاي بتوازني ما بين الكتابه النقديه والفنيه ومشروعك انت كنهاد صلاح ككاتبه روائيه وقصصيه؟ الحين اتاخرت جدا في مشروع الابداعي، لانه انا يعني يمكن من وانا صغيره كنت بكتب قصص متفرقه تنشر في عده مجلات وصحف عربيه ومصريه، لكن فكره التجميع انا تاخرت فيه كسن، فعلا انشغلت بالعمل الصحفي والعمل يعني تتاكل معه. بس ابدعت فيه برضه يعني، خلينا حقانيين يعني. ابدعت في المجال الصحفي يعني. لكن انا تاخرت الحقيقه جدا، وكان لازم اول روايه بالنسبه لي كان 2013 وبعد الثوره المصريه. الثوره دي حركت حاجات كتيره جوانا، فانا عملت تجربه مختلفه في نسق في بناء الروايه نفسها، انه انا الحوار بين البطل والبطله عبر تقنيه الفيسبوك. حلو. وكان حكايات افتراضية. حكايات افتراضية. فكانت هي وهو بيحكوا اليوميات اللي بيحكوها وهم في الثورة وهم في المليونية وهم على سلم نقابة الصحفيين. اليوميات اللي احنا بنعيشها في هذا العام اللي هو عام 2013 تحديدا، وكل الأحداث اللي مرت بيها مصر في هذه المرحلة. لكن كنت برجع تاني لتاريخي القديم، حكايات من حكايات الستات في بيئتي أنا، حكاية أمي، حكاية ستي، حكاية صاحبتي، حكايات عاطفية، وكنت باخد مدخلها القصص الشعبية المعروفة زي حسن ونعيمة، شهرزاد وشهريار، ألمز وعبد الحمولي، لكن مش بالطريقة برويها، مش بالطريقة المعهودة. إنه ممكن الناس تبقى شايفة إنه ده الشاطر حسن اللي خد الست نعيمة، لكن أنا شايفها لأ، إنه هو كان عطوة أفضل منه، كان أجمل، كان صوته أحلى، لكن هو كان عنده حضور عند الستات مختلف، والروايات الحقيقية بتقول كده غير الروايات الشعبية المتداولة. الحكايات التانية الدومينو، المجموعة القصصية، هي العلاقة بين الست والرجل في مجتمعنا، لكن أنا مش مشغولة بالعلاقة إنه مين الرجل ومين الست، لكن على خلفية المجتمع.
انه ما فيش حد افضل من حد. كلنا نعيش في مجتمع كلنا مقهورون فيه اجتماعيا. ما بتحبيش فكره التصنيفات اللي بتقول كتابه نسويه؟ لا، تصنيف الست والراجل لا، في الكتابه كمان يقول لك في دي كتابه نسويه، يعني مثلا مصطلح ده وماله انه تكتب كتابه نسويه مش عيب يعني. لا، ضد الراجل وغيره، ما بتحبيش تصنيفات الجاز. يعني في ناس يقول لك ادب الاظافر الطويله والناعمه، الاظافر الناعمه ومش عارف ايه الناعمه، يعني بصرف النظر. وانه ست وراجل، اولا انا مؤمنه جدا انه الحكايه هي انسانيه. صحيح. سواء كانت ست او راجل، واذا كان في قهر ما يمارسه الرجل على المراه في الواقع، ودي حكايات كتيره موجوده في الواقع، فهو ده نابع من انه في قهر اجتماعي. جميل. يعيشوا الاثنين، المراه والرجل. نهاد صلاح، احنا بنشكر حكاياتك الحلوه وبنشكر حضورك معانا في صباح اون. يا رب كده الصباح كله يبقى بهجه، وصباح كل مشاهدينا مفيش اجمل من صناع البهجه، من الفنانين في حياتنا. حكاياتهم لسه لغايه دلوقتي. انا بس عايز اقول حاجه لطيفه، بما انك ذكرت يا استاذ محمد البهجه، عايز استعير كلمه قالتها لي شويكار، وهي من ابرز وامهر صناع البهجه في الفن المصري. انا عايز اقول كل الفنانين وكل المبدعين واللي هم أشاعوا البهجة في حياتنا وفي تاريخنا وفي وجداننا المصري والعربي، زي ما قالت شويكار، روحوا هتدخلوا الجنة حتف. يا سلام، مفيش أجمل من الكلمة دي، هيروحوا يدخلوا الجنة حتف. بشكرك شكرا جزيلا. حكاياتهم لسه لغاية دلوقتي صالحة كده لإثارة الدهشة، يعني دايما لما نسمع حكايات شويكار أو حكايات الفنان عمر الشريف بطل أيامنا الحلوة، أو الفراشة سامية جمال، حكايات مثيرة دايما للدهشة. صباحكم كده يا رب كده كله خير وسعادة وبهجة.